السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم بفيديو جديدة على قناة شيف جنان. اليوم غادي ندير لكم واحد الرغيفات معمرين في الفران، كيجيو هائلين مقرمشين ومرقين. مقادير العجين: كاس ديال العنبة ديال الفينو، معلقة كبيرة ديال الخل، معلقة صغيرة ديال السكر، معلقة صغيرة ديال الملحة، ومعلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوى. هنا عندي 3 ديال الكيسان ديال العنبة ديال الفورس من النوع الجيد من الأفضل. بالنسبه للحشوه عندنا جوج بصلات مشلضين، خيزويه وقرعه واحده محكوكين، عندي الشعريه الصينيه الا بغيتو ديروها ما بغيتوش حيدوها، ربعه ديال الكفته من اي نوع نتوما بغيتو، جوج معالق كبار ديال المعدنوس والقزبر يكونوا مقردين، فص كبير ديال الثوم محكوك والعطريه، كنحتاجو الفلفله حمراء، الكمون، السودانيه وشويه ديال البزار الا بغيتو، ولكن مهما انكم درتو السودانيه ما ديروش البزار. بالنسبه للعجينه غادي ندوزو كيفاش نحضروها. نفس الكاس باش عبرنا الفينو غادي نعبرو به الماء، غنديرو كاس ونص ديال الماء دافي، غادي نضيفو عليه داك الفينو، غديروه في خلاط ضروري انه يتطحن، نزيد نضيفو عليه الخل والخميره والسكر والملحه، غنديروه يتطحن مزيان 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 خصو يتطحن، ومن بعد منين سالي الطحين المهم تقريبا واحد جوج دقائق نبقاو تقلبوه. انا هنا قلبته لقيت ان ما بقوش بزاف داك الكويرات ديال الفينو باينين، يعني ولا مزيان. هذه هي الطريقه باش كتخلي العجينه تنجح. اذا هنايا غادي نضيفو الفورس، ما غنضيفوش كامل في خطره، كنبقاو كنزيدو شويه بشويه شويه بشويه، حيت كاين الفورس اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. اذا كنبقاو نضيفوه، مني كنتهيو من اننا نديرو الفورس الكافي ديالنا كنرجعو تاني نخدموه، يا اما في عجانه يا اما غيجمعوه بيديكم، عندكم عجانه متوفره خدمو بها، ما ديكوه ما حتى شي حاجه. صافي هانتوما هذا هو القوام ديال العجين ديالي، كتشوفوا خصها تكون رخوه شيئا ما، ماشي جاريه وماشي عاوتاني قاصحه، خصها تكون رخوه شيئا ما. هنايا هانتوما كتشوفوا كما ما كملتش الكميه كامله ديال الفورس، بقى تقريبا واحد نص كاس تما ما درتوش. كندوز دابا العجينه كنديرها، نتوما كتشوفوا كنديرها طويله هكاك، انا ما كنخليهاش ترتاح، ديك الساعه كنبدا نشكل فيها كويرات. والسر هو اللي غتشوفوه من هنا لقدام في لا فيديو، علاش انا ما كندلكوش اصلا. هاد العمليه هذه اللي غادي ندير هي اللي كتخلي لنا العجينه ديالنا ترتاح دغيا دغيا، ما كتحتاجش انك تبس يديك فيها، ولمده ساعه المكانه غير الوقت اللي تصاوبي الحشوه ديالك كتكون هي العجينه ارتاحت ولات غزاله، كتولي كطوعك كما بغيتي تخدميها كتخدميها. ها نتوما هنايا على ما ندهن داك اللاطه وندهن الكويرات ديالي، غادي نكون ديجا درت الفران ديالي سخن لمده واحد جوج دقائق ولا ثلاثه غير باش يدفى ليا، بحال اللي غنسرعوا كيف ما بعض المرات ملي كيكون الجو بارد كنسخنوا الفران باش نديروا فيه هذا العجينه ديال الخبز التخمر. نفس الطريقه غادي ندير غير باش يدفى ليا الفران، باش غندير فيهم هاد الكويرات ديالي. هاد الكويرات هانتوما كتشوفو كندهنوهم مزيان بالزيت، ومن بعد كنغطيو داك اللاطه وكندخلوها لداك الفران. هاد العمليه هادي كما قلت لكم هي اللي كتخلي ان العجين كيجي رائع، كيتبعك كيف ما درتيلو دغيا في ساعه المكانه اولا ساعه ونص يعني بالاكثر، كيولي كتبعك العجينه كيف ما درتيلها. كديريها كتغلفوا داك اللاطه مزيان باش ما يدوش السخونيه نهائيا للعجينه، ما تشق باش ما تشققلناش. دابا بالنسبه للحشو ديالنا غادي نديروا واحد جوج معالق كبار ديال زيت البلديه، بامكانكم ديروا زيت نباتي حتى هي الا بغيتوا تضيفوها، اللي ما بغاش يمكن له يسخن عليها ماشي مشكل، شوفوا نتوما شنو كتبغيو. هنايا اول شيء غادي نديرو هو اننا غادي نضيفو البصله ديالنا باش تشحر، كنشحروها مزيان مع داك الدريس ديال الثومه ومع شويه ديال الملحه، لان الملحه كتخلي البصله دغيا كطيح. من بعد ما طاحت لينا شي شويه البصله ثم كتشوفوا كي ولات، غنزيدو عليها داك الجزاره وداك القريعه، غنخليهم حتى هما يتشحروا. ها هما دو طاحوا. دابا عاد باش غادي ندوز العمليه ديال انني غنضيف العطريه ديالي، غادي نضيف الربع هذه الكفته ديالي،
من بعد ملي كندير الكفته عاد باش كنزيد عليها داك القزبر والمعدنوس. الكفته حاولوا انكم ما تحركوهاش بزاف وهي باقي ما طيباش لانها كتفرتت تماما ما كتبقاش تبان. اذا بقاو تحركوها غير بشويه حتى كتبان لكم انها شدات راسها. عاد بس ساعه ساعه حاولوا انكم تفتوها بداك لاسباتول باش كتحركوها بحال هكا كما كندير انا. حركوها بشويه بهذا الشكل باش كيتبقى باينه في ملي في الرغيفه ديالنا كتبقى باينه. هنايا درت الشعريه الصينيه ديالي ما غنديرش الكميه كلها من الاول، كنبقى كندير شويه بشويه حتى هذه غير ديك الباكيه الصغيره كاع كنبقى كنضيف شويه بشويه حتى كنشوف واش هذاك هو القياس اللي بغيت ولا نزيد. صافي كنستمروا بالتحريك ما نحركوش بالجهد باش ما تعجل ليناش داكشي. نحركوا هكا بشويه بشويه صافي. هانتوما غادي تشوفوا بانني انا صافي هذا هو القدر ديالي ديال الشعريه، هذا هو القدر اللي اكتفيت به. صافي كنخليوها تشحر واحد شويه، كنغطيوها ونخليوها تشحر واحد شويه باش حتى هي كتشرب لينا شويه ديال العطريه وداكشي اللي كاين تما كتقلى كتجي زوين. دابا غادي نجبدوا الرغيفات ديالنا العجينه ديالنا من الفران، غادي نبداو اننا نقرصوها. هانتوما تشوفوا معايا العمليه وحده ومزيان، شوفوا العجينه مزيان كيفاش كتبعك، كيف ما درتي ليها كتبعك كطوعك في الخدمه بزاف بزاف. غير هي باش ما تقطعش لكم العجينه ضروري خصكم تدهنوا سطح العمل مزيان ويديك ساعه ساعه غير نقطه الزيت. انا ما كنديرش الزيت بزاف واخا تشوفوني كنهز داكشي ما كنديرش بزاف، ضروري خص يديك يكونوا فيهم الزيت باش ما تقطعلكش العجينه وتبعك. هاني طلقت الكره الاولى كنديروا فيها لا فارس ديالنا الحشوه ديالنا كنديروها بهذه الطريقه هذه. نتوما بحال هكا كتستمروا بهذه الطريقه كتسرحوا داك لا فارس الحشوه كتسرحوها على العجينه كلها اللي طلقنا كامله كتعمروها كنطويوها الشكل ديال الطويه ديال المسمن العادي. كنجيبوا الاطراف بجوج الوسط مهم طويه ديال المسمنه العاديه وغادي نحطوها مقلوبه على بلاصه فين تطوات. من بعد غادي نجيبوا كره واحده اخرى حتى هي غنطلقوها بنفس العمليه. هانتوما كتشوفوا العجينه كيفاش كتبعني كتجي رائعه ما غاديش تندموا عليها. بلا داك التمارات ديال دلك دلك كل ساعه ودير وضيع الوقت في الدليك والجهد وكل شيء، هذه ابدا ما فيهاش داك التماره كاع وكديري بها ما بغيتي. اذا هذه عاوتاني حتى هي كنعمروها بلا فخس بنفس الطريقه هانتوما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. عاوتاني كنوزعوا على فخس مزيان كنجيبوا داك الطويه اللي طوينا كنردوها لتحت ما كتكونش الفوق، كنعاودوا نحطوا الرغيفه ديالنا على لتحت وكنديروها في قلب الاخرى. كنحاولوا دائما نديروا شويه لا فخس من تما باش ما تجيناش عجينه على عجينه باش كيجيو مورقين وما كيجيوش معجنين. عاوتاني غنقلبوها. دابا الثالثه غندوزو ليها حتى هي. غادي نطلقوا ديك العجينه هنايا نسيت ما غطيتهاش من الاول باش ما تيبسليش. هنايا غادي نطلقوا هاد الثالثه هادي كتطلق حتى هي بهذا الشكل. غير هادي هانتوما غتشوفوا شنو هو الفرق، هادي ما كنعمروها ما كنديروا فيها حتى شي حاجه، كنشدو هادوك هذيك الاولى دوك الجوج الاولين اللي عمرنا بعضياتهم كنحطوهم تما عاوتاني الطويه تاني كتجي لتحت. صافي الاخرى ما فيها والو هانتوما كتشوفوا، هادي غير باش لا كانت غتخرج لا فارس ولا شي حاجه ما تخرج لكمش لاطا نيشان. صافي كتخليوها ترتاح في اللاطا ترتاح واحد شويه عاد باش كتطلقوها مزيان عاد باش كتقرصوها. ها هما الرغيفات ديالي كملتهم بنفس العمليه استمريت. صافي على ما كنساليهم عاد باش كنبدا نقرص فيهم كل وحده بوحديتها. ها انتما بهذا الشكل كنضغطوا عليهم شي شويه مزيان غير ماشي بزاف باش يبقى لنا داك باش ما تلصقش داك الشيء ما يلصقش بزاف باش يجيونا مورقين. صافي دابا غادي نسخن الفرن على اعلى درجه الحراره فيه يعني الماكسيموم ديالو. انا الفرن ديالي فيه 300 درجه كنسخنو مزيان كنشعل عليه مزيان الفوق والتحت حتى كيسخن بحال اللي غنطيبو الخبز. من بعد كنديرو داك الرغيفات ديالنا وكنخليوهم حتى كتبدا كتبان لنا الزيت كتبقبق من التحت يعني
الرغيفات زعما بدا كيدخل دخلتهم السخونيه وبداو كيطيبوا. عاد باش كنطفي الفوق وكنشغل غير لتحت وكنهبط العافيه ل 200 درجه صافي. من بعد كنشعل عليهم باش يتحمروا. هذه هي هذا هو الشكل النهائي ديال الرغيفات ديالي. هانتوما كتشوفوا هنا يلا خرجتهم من الفران كيحرقوا. شوفوهم مزيان من الداخل كي كيجيو كيجيو مورقين. اسمحوا لي ما سمعتكمش القرمشه باش تعرفوا انهم كيجيو مقرمشين. كيجيو واعرين بزاف كيجيو مورقين خفاف. يعني هادي ديروهم في رمضان كيجيو فنين كيجيو غزالين ولداد. اللي كلاهم عندي كيحمق عليهم. هنا كنتمنى ان الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله ما تنسوش تدعمونا بلايك وابوني.